الله الله على الأزهر. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الأنوار، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا، ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيله. وانتهينا من هذا البيت ومن جميع الباب، باب الإمالة، ثم بدأ في باب إمالة هاء التأنيث للإمام الكسائي، وهذا نوع من أنواع الإمالة كما قدمنا سابقا قول الأئمة أن أبواب الإمالة ثلاثة: باب الإمالة اللي هو إمالة الألف، وباب إمالة هاء التأنيث وما قبلها، وباب إمالة الراء، لأن الراءات الترقيق الإمالة يعبر عنها بالإيه؟ يعبر عنها بالترقيق، كما جاء في قول الناظم أيضا اللي هو إيه؟ وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. المقصد بالتفخيم اللي هو الايه؟ الفتح، والترقيق اللي هو الايه؟ الإمالة. قال الإمام الداني رحمة الله عليه: اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ، يعني المؤنث اللي هو غير مؤنث حقيقي، خلاص، بإمالة، نحو قوله: جنة، ربوة، نعمة، لا عبرة، الآخرة، خاطئة، وجهة، خطيئة، الملائكة. طيب كيف تكون الإمالة؟ جنة، ربوة، لا عبرة، الآخرة، خاطئة. هذا هو وصف الإمالة التي يقصد بها هنا هاء التأنيث وما قبلها. قال الإمام رحمة الله عليه: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا. هاء التأنيث، كلام الشيخ هنا إمالة هاء التأنيث والحرف الذي يقع قبل إيه؟ هاء التأنيث. وهذا يسمى إمالة لأجل الإيه؟ إمالة. لأجل الإمالة، يعني تمال هاء التأنيث وما قبلها يمال لإيه؟ يمال لأجلها. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا. يبقى العشرة دي مستثنى من إيه؟ قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: مستثنى من موصوف قبلها المحذوف، مستثنى من موصوف قبلها المحذوف، أي الحروف التي قبلها غير عشرة من تلك الإيه؟ غير عشرة من تلك الحروف. يبقى الباقي كام؟ من 28. لا، احنا هنا هنعدهم كان 29 عشان هنضيف الايه؟ هنضيف الالف حرف والهمزه حرف، يبقى العدد كام؟ 29. ال 29 لما نشيل منهم 10 كم يتبقى؟ 19. هو قال ويجمعها العشر المستثناء،
حق ضغاط عص خضى. هنعد دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا في العدد 11، بس الالف مكرره مش كده ولا ايه؟ الحاء، يعني انا هقول وانت تعد وراي. الحاء والقاف والضاد والغين والالف والطاء والعين والصاد والخاء والظاء، يبقى معانا زائده الايه؟ مكرره الالف، يبقى دي الايه؟ العشره اللي هي ايه؟ مستثناه. ما تبقى من هذه الاحرف اللي هو 19 لسه هنشوف، لان هنا هذا الباب باب اماله هاء التانيث ورد فيه قولان. القول الاول ان جميع احرف الهجاء عاد الالف اذا وقعت قبل هاء التانيث تمال للكسائي. القول الثاني فيه تفصيل، وهو الذي اختاره الامام الشاطبي، اللي هو القول اللي معانا. فاحنا الان بصدد القول المفصل، منتبهين معي يا احبه؟ في بصدد القول المفصل. نحذف العشره اللي هي حق ضغاط عص خضى من 29، يتبقى 19. نحذف كمان حروف اكهر، كم حرف دولة؟ اللي هي الايه؟ اللي هي الهمزة والكاف والهاء والراء. الهمزة والكاف والهاء والراء كم دولة؟ أربعة. وعشرة اللي فاتت، يعني احنا عندنا العشرة التي المستثنى لا إمالة فيها عند هذا القول، خلاص؟ طيب، الأربعة دولة في شروط للإمالة، شروط. يبقى كده خدنا كام؟ 14. 14 من كام؟ من 29. كم المتبقي؟ هيتبقى 15. ال 15 دي جمعها العلماء في قولهم فجثت زينب لذود شمس، جمعوها في هذه العبارة، فجثت زينب لذود شمس. هنيجي نشوف كده ايه دي المتفق، انتبهوا معايا، يبقى دي المتفق على امالتها اللي هم ايه؟ فجثت زينب لذود شمس، دي متفق عليها، سواء كان في القول الاول سواء كان في القول الايه؟ في القول الثاني. القول الثاني جملة الحروف تمام عاد الالف. القول الاول الذي اختاره الامام الشاطبي فيه تفصيل، عشرة لا إمالة فيها، وأربعة تمال بشروط، ويتبقى الخمستاشر اللي هي إيه؟ فجثت زينب لذود شمس. ناخد خليفة، ناخد إيه؟ أمثلة على هذه الأحرف. أنا قلت إيه؟ خلي عينيك كده للعبارة التي قالها العلماء. أول حرف منها إيه؟ يبقى خليفة. خليفة، إني جاعلك في الأرض خليفة. خليفة، لاحظ إيه إمالة الإيه؟ إمالة الهاء والفاء، إمالة الهاء والفاء. طيب بعد إيه منها إيه؟ بعدها بهجة. بهجة، بهجة، خلاص. بعدها الثاء مبثوثة. لاحظوا معايا العبارة، كيفية النطق، مبثوثة، مبثوثة. طيب بعدها ايه؟ اللي حرف الايه؟ التاء، فجثت تاء. نعم، اللي حرف الايه؟ التاء. لا احنا خدنا نعم، الميتة، الميتة، خلاص. طيب بعدها لمزة، ويل لكل همزة لمزة، خلاص. طيب بعدها خشية، خشية. طيب بعدها النون جنة، ها بعدها ايه؟ طيبة، طيبة، طيبة. شوف انا بكرر الايه؟ شكل ووصف الامالة حتى ايه؟ نتعود. طيب بعدها كاملة، تلك عشرة كاملة، ها
بعدها لذه. لذه ايوه اللي هو اماله الايه التاء اماله التاء اللي هي تاء التانيث التي تاء التانيث دي التي عند الوقف تكون ايه هاء وعند الوصل تكون ايه ادي تعريف تاء الايه تاء التانيث. طيب بعد كده الواو قسوه قسوه قسوه. طيب ها بعد كده ايه واحده 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 ها بعد كده ايه فاحشه خلاص فاحشه ها رحمه 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 ها المقدسه ادخلوا الارض المقدسه ها في تاني يبقى دي احرف فجثت زينب لذود شمس دي الحروف الخمستاشر سواء على القول الاول او على القول الثاني فهي مماله يعني نقدر نقول دي مماله على القولين باتفاق لا خلاف فيها خلاص خلاص. طيب قال انتبهوا معي يبقى احنا عندنا المستثنى من الحروف التسع وعشرين اللي هما حروف ايه اللي هي العشرة حق ضغاط عص خضى خرجت لا إمالة فيها على القول الأول وحروف أكهر تمال بشروط قال وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر. لو أردنا أن نأخذ أمثلة على الحروف اللي هي على القول الأول اللي هم الحروف العشرة دي أول حرف عندنا إيه لا حق ضغاط عص خضى النطيحة يبقى هنقول ايه لو اخذنا بالقول الثاني يبقى ايه النطيحة. طيب الثاني ايه القاف الحاقة لو اخذنا بالقول الايه الثاني اخذنا بالقول الاول يبقى ايه الحاقة بعدها ايه الضاد بعوضه ده على الايه على اي القولين على القول الثاني بعوضه خلاص. طيب بعد كده حرف الايه الغين ما معانا هي قدامنا حق ضغاط حرف الغين صبغه على القول طب على القول الاول صبغه خلاص. طيب بعد كده الايه لا الالف الالف الأمثلة عليها كثيرة ودي على القولين لا إمالة فيها الصلاة الصلاة لا إمالة فيها على الإيه على القولين. طيب بعد كده الإيه الطاء بسطه معي بعد كده حرف الإيه العين القارعة ها بعد كده حرف الإيه خاصه ها معي بعد كده حرف الايه الصاخه ها بعد كده حرف الايه موعظه. هذه هي الاحرف العشره اللي هي ايه لا على القول الاول لا اماله ايه لا اماله فيها على القول الثاني جميع الاحرف تمال عند الايه عند الكساء. واكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر يعني حروف أكهر يشترط فيها من أجل أن تمال تقع إيه بعد الياء الساكنة أو بعد إيه أو بعد كسر أو بعد كسر بعد ياء ساكنة أو بعد إيه أو بعد كسر. قال أو الكسر والإسكان ليس بحاجز يعني لو وقع بين الكسر ده وبين هذه الأحرف ساكن لا يكون إيه حاجز بالأمثلة يتضح الإيه. طيب عندنا أكهر أكهر بعد الإيه عايزين ناخدها بعد الياء الأول خطيئة يبقى دي الإيه الهمزة وقع قبلها يا خلاص ما هي ساكنة ساكنة مادية
خطيئه. طيب النوع الثاني ايه؟ ان يكون الكسر قبلها مش كده؟ خاطئه خاطئه. يبقى هذا الايه مثال للوقوع بعد الايه؟ بعد الياء اللي هي ايه؟ خطيئه. طيب خاطئه ده مثال للايه؟ للذي بعده ايه؟ كسر. طيب مثال الكاف بعد الياء الايكه الايكه. وطبعا دي هيجي فيها كلام لان الايكه دي ايه قرات فيها قراءات. المهم ان انتبه معايا في الاماله الايكه فتح الايكه دي الاماله. طيب اميلت ليه؟ لانها سبقت بايه؟ سبقت بياء. طيب الملائكه سبقت بايه؟ سبقت بكاف. احنا بنتكلم على حرف ايه الان؟ على حرف الكاف اللي هو احنا بنقول حروف اكهر معانا الهمزه والكاف والايه والهاء. الملائكه الملائكه خلاص. طيب بعد كده حرف الايه؟ الهاء. فاكهه ده مثال بعد الايه؟ فاكهه بعد الكسر بعد الكسر. ولا مثال له في القرآن بعد الايه؟ الياء الساكنه. يعني لم تقع لم تقع الهاء بعدها هاء تأنيث وقبلها ياء ايه؟ لا مثال للهاء قبل ايه؟ قبل الياء. طيب فاضل معانا حرف الايه؟ الراء. بعد الياء صغيره صغيره. ولاحظوا معي انتبهوا عشان تفرقوا بين ترقيق الراء الآتي ترقيق الراء وبين إمالة الايه؟ الراء هنا في الـ في الـ فيما يأتي ترقيق الراء هنقرأها الورش صغيرة صغيرة. إنما هنا عندنا ايه؟ صغيرة لان احنا هناك ما ميلناش الالهاء عند ورش بنقول ايه؟ صغيره. انما هنا بنقول ايه؟ صغيره. اصل الاماله عندنا هنا اماله الايه؟ الهاء. واميلت الايه؟ الراء لاجل اماله الهاء. ودي اللي سموها اماله لاجل نكرر الكلام اماله لانه قالوا اسباب الاماله. فاكرين اسباب الاماله كم؟ 8 او 6 او 7 حسب ايه اختلاف. طيب ده المثال اللي هو بعد الايه؟ بعد الياء. طيب بعد الكسر تبصيره تبصيره كيف نقراها؟ وخلي بالكم الامالات دي كلها اذا وقفنا على هذه الايه. اما اذا وصلنا خلاص انتهى لا اماله. لان بقول لك ايه هو باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الايه؟ في الوقف. خلاص تبصيره تبصيره منتبهين معي؟ طيب هنا دي احنا ذكرنا الأمثلة. طب هو لما يحط شروط وأكهر خد بالك بعد الياء يسكن ميلة أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ليس بحاجز. يعني قال لك إذا جاء حرف ساكن بين الكسر أو بين الياء وبين الحرف الإيه حروف أكهر لا يكون حاجز. زي إيه؟ لحظة هنا عندنا قال أبو شامة رحمة الله عليه ولا مثال لهذا في الهمزة والكاف. انتبهوا ولا مثال لهذا لا لهذا اللي هو الفاصل يعني الفاصل في الهمزة والكاف. إنما مثاله في الهاء نحو وجهة
وجهه. لاحظ معي الهاء موجودة وبعدها هاء التأنيث، طيب سبقت بإيه؟ ركزوا معايا، اللي هو مين؟ الجيم، وقبل الجيم اللي هو مين؟ الواو. يعني الحمد لله ما فيش أمثلة لحرفين اللي هما الإيه؟ حرفين الإيه؟ الهمزة والكاف، إنما هو أتى بمثال للإيه؟ للراء والهاء. خلاص؟ قال وجهه، يبقى ده فيه حاجز اهو. خلاص؟ والإسكان ليس بحاجز، يعني هذا لا يمنع من إمالة الهاء. نعم. وفي الراء نحو عبرة، لاحظوا معي ألف الراء، طيب سبقت بحرف اللي هو الايه؟ طب وسبقت بايه؟ يبقى خلاص تمام، يبقى الباء دي اللي هو الحرف الساكن لا ليس بحاجز. خلاص. وزيها ايه؟ سدرة، يبقى نقراها ايه؟ عبره. ها؟ سدره، اذا وقفنا عليها للامام الكسائي. يبقى اذا عند الان حروف ممنوعة من الإمالة قولا واحدا على القول الأول، اللي هي حق ضغاط عص خضر، وحروف تمال بشروط اللي هي حروف أكهر وحروف تمال قولا واحدا اللي هي حروف إيه؟ فجثت زينب لذود إيه؟ شمس. طبعا هم قالوا طبعا لما يقول يدي شروط يبقى فيه اللي بيسموه محترزات الايه؟ القيود، يعني شيء احترز منه، اللي احترز منه النشأة. طب انا عندي همزة اهي بس لم يتوفر فيها الشرطين، لم تسبق لا بايه؟ لا بياء ولا بكسر ولا كمان الحرف الذي ايه قبلها النشأة. خلاص. التهلكة، ها؟ سفاهة، بررة، كل هذه الأشياء لا إمالة فيها على القول الإيه؟ على القول الأول وليس على القول الثاني. إحنا نقول أن القول الأول هو الذي فيه الإيه؟ هو الذي فيه التفصيل. انتبهوا معي يا أحبة، إمالة هاء التأنيث قلنا فيه قول فيه تفصيل، وفيه قول قال لك لا كل الحروف تمام، كل الحروف تمام. القول الذي فيه تفصيل الذي اختاره الإمام الشاطبي، اختاره، ولذلك هو ايه؟ على الرغم من اختياره لهذا الرأي انما ذكر الايه؟ ذكر القول الثاني كما ايه؟ كما سنرى. حتى ولو كان يطلق الساكن هذا حرف من حروف الاستعلاء، حتى وان كان، ما لو كان في امثلة كانوا اتوا بها، لو كان هناك أمثلة كانوا أتوا بها، إنما هنا أصلية المسألة دي عزيزة وشحيحة. طيب هنا إيه؟ ويجمعها حق ضغاط عص خضى، قالوا إن الإمام لما بيحط عبارات في الأبيات ما بتبقاش كده يعني جزافا، ده لها معنى. يعني إيه حق ضغاط عص خضى؟ علما بأن الموضوع ده ملوش إيه؟ فاكرين وأبدت وزينب والقصة اللي إحنا عشناها دي؟ فيعني الأول إيه الضغاط دي؟ قالوا ضغاط جمع إيه؟ جمع ضغطة. ضغاط جمع ضغطة. طيب وعصن قالوا بمعنى إيه؟ عاصن. طيب خضى قالوا ايه؟ الانسان اللي هو سمين الجسم، الانسان اللي هو يعني مكتنز لحم. طيب كل ده عشان يوصل الى ايه؟ يوصل الى ايه؟ اشارة الى ضغطة القبر، والعاصي حقيق بها حق ضغاط عص خضى. هذا قول الامام ابو شامة رحمة الله عليه. طيب والأكهر ده
انا واحد الاكهر ده شديد الايه العبوس، دايما كشل كده، هو ده اللي بيتسمى ايه، اللي يسمى ايه يتسمى اكهر. نعم خلاص، ومش هنطيل في الكلام ده خلاص. او الكسر والاسكان ليس بحاجز، خلاص انتهت المسألة كده. ويضعف بعد الفتح والضم ارجلا، يضعف بعد الفتح والضم ارجلا، اللي هو الامثلة اللي هي محترزات الايه القيود السابقة، بعد الفتح اللي زي ايه النشأة التهلكة سفاهة بررة الامثلة. ويضعف بعد الفتح إمالة هذه الايه إمالة هذه الاحرف، قالوا تضعف بعد الايه بعد الفتح والضم ارجلة، اللي هي ايه ضعفت حروفه على حمل الايه على حمل الإمالة. وضرب أمثلة الشيخ رحمة الله عليه، قال لعبرة مئة وجهة وليك، الأمثلة اللي احنا جبناها هي الأمثلة دي لعبرة، هيبقى ده مثال لإيه بسرعة كده، مثال للراء المسبوق بكسرة يبقى أيوة لعبرة. طيب مئة مثال للإيه للهمزة المسبوقة بإيه بكسر. طيب وجهة مثال للإيه بس في حاجز، بس في إيه حاجز. طيب وليك ليك مثال للإيه للكاف المسبوق بإيه المسبوق بيا. قال وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا، خلاص ده القول اللي يشمل كل الحروف سوى ايه سوى الالف. ودي القراءة دي اللي امالة جميع الاحرف اخذها الامام الداني عن شيخه اللي هو ابو مزاحم الخاقاني. ما افتكروا كده لو قلت لكم الامام الداني اسندنا اللي على الدنيا كلها بترجع الى مين؟ الى الامام الداني. والامام الداني اعتمد على ايه؟ على اربع شيوخ اللي فيهم ال 14 رواية التي ذكرها. يبقى الكلام الإمالة للجميع، الإمالة للجميع اخذها الداني، اخذها الداني، ولكن ولذلك هنا ايه ذكرها الإمام الشاطبي، ولكن رجح الايه القول الاول. هنا قال السخاوي رحمة الله عليه اللي هو تلميذ الإمام الشاطبي، قال أبو محمد يعني الشاطبي وأولى القولين بالصواب القول الأول، هو قال كده بس إيه قال وأولى، هو نقل عبارة الإمام الشاطبي وأولى القولين بالصواب القول الإيه القول الأول. القول الأول اللي هو فيه إيه فيه شروط، يبقى خدوا بالكم بقى معايا، إمالة هاء التأنيث على القول الأول، على القول الأول كم حرف لا تمال مطلقا؟ حق ضغاط عص خضاء. طيب وكم حرف تمال بشروط؟ أربعة، اللي هي أكهر. الشرط الأول أن يكون قبلها يا خلاص، والشرط الثاني هو الحاجز، الحاجز لا يعتبر خلاص. طيب كم المتبقي؟ ادينا خدنا 14، كم المتبقي؟ وقلنا احنا نعد حروف الهجاء كم؟ 29. ما اصل حروف الهجاء دي مفتوحه، في اللي عدها 28 وفي اللي عدها ايه 29 وفي اللي عدها 31 عشان اضافه الواو. ويدخل عندي بقى الامام ابو محمد مكي بن ابي طالب، ده عد الاحرف اللي هي الايه الصاد المشمه سماها حرف اللي هو ايه ومن اصدق، اصل ده ايه ده طبيعته ده هنكتبه ازاي ده خلاص. طيب والهمزه الايه المسهله أهنذرتهم أعجمي، طب دي تتكتب ازاي برضه سماها حرف. اللام المغلظه سماها حرف، انتوا واخدين العدد في الايه في الاحرف، انما الاصل في الاحرف كام؟ اللي هم لو زودنا الالف هيبقى كام؟ هيبقى من غير الالف من غير حروف المد الثلاثه 28، زود حروف المد الثلاثه
يبقى ايه؟ يبقى 31. خلاص. وبهذا يكون قد انتهى باب الايه، باب إمالة هاء الايه، هاء التأنيث. وبرضو زي ما احنا قلنا احنا بنختصر عن الشرح الاول اللي كان فيه اعراب وكان فيه كذا وكان فيه كذا، اللي هو كنا نقعد ناخد لنا في المحاضرة ناخد لنا بيت او بيتين. احنا عايزين ايه نجري شوية عشان انا عمال ابص على ايه، على اخر الـ على الـ الفرش عشان نبدأ نشتغل. باب مذهبهم في الراءات. وخلي بالك برضو ربما فاتني شيء ان اذكره، الباب السابق اللي هو باب إمالة هاء التانيث لمن ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى، بس هو ده خاص بالامام الكسائي. الباب الاتي ايضا هو خاص بمين؟ بورش. وده برضو بيسمى إمالة، ده كما قلنا سابقا يسمى ايه؟ إمالة. لان الترقيق قالوا انه ايه؟ انه إمالة. قال الامام ابو شامة رحمة الله عليه اي باب حكم الراءات او باب الإمالة الواقعة في الراءات. وقد سبق إمالة الالف الالفات والهاءات، وقد عبر في هذا الباب عن الإمالة بالترقيق، عبر عن الإمالة بالترقيق تنبيها على أنها إمالة بين اللفظين اللي هي بنسميها إيه؟ بنسميها التقليل، اللي بين اللفظين بيتسمى الإيه؟ التقليل. ده كلام مين؟ كلام أبو شامة رحمة الله عليه. الإمام الداني يسبق طبعا بزمان، الإمام الداني قال اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين. كل ده بس أنا عايز أوصل لك أن الترقيق ده يسمى إيه؟ إمالة. يسمى إمالة، بس تطلق على الإيه؟ على بين بين. بين بين تطلق على الإمالة بين إيه؟ بين بين. نعم، قال التقليل اللي هي بين بين هي التقليل. خلاص، ما هي ما احنا قلناها، قلنا دي يطلق عليها الإمالة، يطلق عليها إمالة إذا انصرفت كلمة إمالة تبقى على الإمالة الكبرى. وإضجاع، مش هناك في سورة وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، يعني هي خلاص إمالة، الإمالة الإيه اللي هي منتهى منتهى الإمالة. نعم، قال الناظم رحمة الله عليه ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يبقى عندي هنا إيه برضو لاحظوا شرطين هم، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. كل راء، كل راء يبقى معناها المرققة هتبقى خلاص هو استريح منها مرققة، إنما إحنا اللي عندنا المفخمة عندنا هو يقصد المقصود الراء المفتوحة والراء المضمومة، الراء المفتوحة والراء الإيه؟ والراء المضمومة. منتبهين معي؟ بشرطين. الشرط الأول إيه؟ قبلها إيه؟ ياء ساكنة. والشرط الثاني الكسر متصل بها، كسر يكون إيه؟ متصل بها، لا يكون في الحرف الأول وتيجي في الحرف الثاني، كسر إيه؟ كسر متصل. ناخد أمثلة، خلاص؟ ناخد أمثلة. خيرات، دي ايه رايكم فيها؟ تدخل تحت شرط ايه؟ سبقت بايه؟ خيرات. هكذا يقرا ورش، ورش المصري اللي المصريين تخلوا عن روايته وطلعوا الناس اللي هم اهل المغرب اكرم مننا، لان هو ده مصري وصعيدي. وانا حكيت لكم حكايه الراجل ده، الراجل ده كان اعجوبه، يعني كان اعجوبه في الاداء، وحمل هذه القراءة وجاء إلى مصر وانتشرت في ربوع مصر. إنما مصر مسكوا رواية سيدنا الإمام حفص عن سيدنا الإمام عاصم
وتخلق. دلوقتي الناس اللي هم أهل الجزائر وأهل وطبعا معمر القذافي عشان كراهيته لمصر خلاها استبدلها بقالون. ما هو هي قراءة إيه؟ قراءة نافع، مش كده يا دكتور؟ هو كما أنه أراد أن يشطب اسم مصر من القرآن كاملا، برضو الرواية اللي هناك عدل عن رواية إيه؟ لأن كانت رواية ورش رواية ورش واخدة مصر وبلاد المغرب وبلاد الأندلس كمان، كانت كل هذه البلدان لا تعرف إلا إيه؟ إلا رواية ورش، وغالبا من طريق الإيه؟ من طريق الأزرق، لأن ورش أساسا اسمه إيه؟ عثمان ابن سعيد المصري، والأزرق اللي هو خد عنه الرواية هنا من أهل مصر اسمه إيه؟ عمرو بن يسار المصري، اللي هم دول إيه؟ من ضمن أصحاب ورش اللي هم المصريين اللي انتشروا ونشروا هذه الرواية. أما رواية محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني اللي هي انتشرت في بلاد الإيه؟ في بلاد العراق، في بلاد العراق، فطبعا الإيه؟ نسأل الله لنا وله العافية في ليبيا. هذه كانت قبل الشيخ. قبله؟ يعني قبله بمئات السنين يعني قانون. طب خلاص ماشي. لا أصوى الغريب ان ايه؟ ان في بلاد المغرب ان انتشرت من قراءة الامام نافع رواية ورش الا ليبيا وتونس برضه. لا تونس تقريبا ورش. لا مختلطة بس يعني. خلاص ماشي. طيب خلاص ما علينا. ورقق ورش يبقى هكذا تقرأ خيرات. وخلي بالكم من رحمة ربنا بينا يعني. ولذلك أنا بقول لمعلم القرآن اللي بيعلم على رواية حفص، لما تيجي تعلم اللي قدام منك إن أخطأ خطأ وافق قراءة أخرى ما تقولوش أنت أخطأت ولا لحنت في كتاب الله، وإلا هتبقى القراءة دي إيه؟ لح. أنت تقوله بس إيه؟ خالفت الرواية التي تقرأ بها. ما هو مفروض الإنسان إيه؟ طب لما نيجي أنا واحد قاعد قدام منك وجيه طالب ولا ده ويقولك إيه؟ ولمن خاف مقام ربه، بسرعة أنت هتقول له إيه؟ هتقول له لا يا ابني خطأ، أنت لحنت. وهتقول له كمان عشان إيه؟ تثبت أنك مدرك للحن الخفي واللحن الجلي، تقول له هذا لحن إيه؟ لا لحن خفي، ممكن تقول له لحن خفي لأنه لا يغير المعنى، لا يتغير به الإيه؟ لا يتغير به المعنى. طيب في الحالة دي لا، ده هي رواية أو قراءة، خلاص يبقى في الحالة دي نقول له لا يا حبيبي أنت إيه؟ خالفت الإيه؟ الرواية التي تقرأ بها. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إحنا بنقرأها إيه في رواية حفص؟ مبينة. واحد قرأ قدام منك إيه؟ مبينة، على طول أنت هتقول له لحن. لا ده في حال ان هي دي قراءة عاصم، لان احنا عندنا ايه؟ شعبة خد شيء عن شيخه وحفص اخذ شيء عن ايه؟ عن شيخه. نعم. خيرات كيف نقرأها لورش؟ خيرات. طيب ميراث. طيب كبيرهم، لا اسمعوها مني، لا كبيرهم. اسألوا ايه مش كبيرهم؟ كبيرهم. احنا بناخد بفعل الضم اهو. كبيرهم. ربما دي هتبقى ايه؟ مش واضحة يعني، انما في الفتح متهيالي خيرات ظهر اول خيرات معي، انما هنا ايه؟ كبيرهم. رقق كبيرهم. لا خير في كثير، لا خير في كثير معي. فتحرير رقبة، فتحرير ريرو. لاحظ معي دي جت ايه؟ دي مكسورة مرققة اساسا. فتحرير خلاص ذراعيه، ذراعيه ها كبيرهم. رو مش كبيرو خلاص. ما انا بقول لك هيبقى فيها ايه؟
نعم معي. فالمدبرات فالمدبر أضيف إيه ال ال الشرط هنا إيه الإيه الكسر خلاص كسر موصل كسر متصل بالإيه بهذا الإيه بهذا الحرف. قالوا يا أيها الساحر ادعوا الساحر ادعوا رقق الراء الساحر ادعوا الساحر ادعوا معي الساحر ادعوا أنت بين معي منذر منهم الأول إيه الشرط إيه الشرط اللي انطبق هنا منذر منذر رن رن منذر منذر منتبهين معي يبقى هذه ايه هذه أمثلة تابعوا. ورقق ورش كل راء وقبلها كل راء احنا عندنا المكسورة اساسا مرققة والساكنة فيها كلام هيجي انما هنا ما يشربها معانا غير الايه المفتوح والايه المفتوح والمضموم ماشي. قال ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا. منذر نعم الشكل منذر 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 رن رن ها منذر. ولم يرى ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا. معانا احنا قلنا الشرطين ايه ان يسبق ساكن او كسر. نعم. طب اذا كان قبل هذا الكسر حرف ساكن فصل حرف مستتر ساكن قال لك لا يعتد به الا اذا كان حرف من حروف الاستعلاء خلاص. لان بقول لك ايه يعني معنى الكلام ولم يرى بين الكسره وبين الراء حاجز حصين يمنع من الاماله يمنع من الترقيق الا اذا كان هذا الساكن حرف من حروف الاستعلاء. وصلت انت فين معي يعني ده اللي بتسمى حاجز قوي يبقى منع ايه منع الـ منع ايه منع الترقيق منع من الترقيق سوى حرف الاستعلاء. هو عندنا حروف الاستعلاء كام خص ضغط قض خص ضغط قض خلاص. طيب دول كام هو بيقول سوى حرف الاستعلاء الاول سوى حرف الاستعلاء ده مستثنى من ايه من حروف الاستعلاء من حروف الاستعلاء مستثنى من حروف الاستعلاء. هو بيقول لك ولم يرى فصلا ساكنا ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء يبقى ده مستثنى من ايه من جميع حروف الايه من جميع حروف الهجاء يعني ما عدا عن الايه عن السبعة دول اي حرف يأتي فاصل يأتي فاصل بين الكسرة وبين الراء ده يعتبر ايه حاجز ايه حاجز حصين خلاص. وبعدين قال ايه سوى الخاء سوى الخاء. طب ده ايه ده مستثنى من المستثنى خلاص منتبهين معي يبقى ده مستثنى يعني خلي بالك يا قارئ القرآن إذا وقع حرف ساكن بين الراء المفتوحة أو المضمومة وبين الكسر وبعدين صح عبارتي يبقى بين الكسر لو اعتبرنا الكسر الأول وبين الإيه وبين الراء إذا وقع حرف ساكن لا يمنع من الترقيق إلا إذا كان إيه حرف استعلاء خلاص. ويستثنى من حروف الاستعلاء حرف الايه هذه معنى ايه سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء. يبقى سوى الاولانيه مستثنى من جميع الحروف وسوى الثانيه استثناء من الايه الله يفتح عليكم وعلى والديكم. طيب نعم سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء. عندنا المفصول احنا اخذنا الأمثلة كاملة الآن الأول نجرب المفصول من غير حروف الاستعلاء نشوف أمثلة زي ايه وزرك وزرك مش كده ليه. طيب احنا عندنا ايه الأول معنا الراء مفتوح
سبقت بايه؟ ازاي حالتها ايه؟ ساكنة. طيب قبلها ايه؟ يبقى خلاص وزرك، يبقى ده حاجز غير ايه؟ غير حصين. طيب المحراب، الاول عندنا الراء ايه؟ مفتوحة. طيب سبقت بايه؟ بحرف ايه؟ الحرف الايه؟ الحاء. طب والحاء ايه؟ ساكن. طيب قبله يبقى هل الحاء دي من خص ضغط؟ طب يبقى ايه؟ المحراب. وانتبهوا، احنا خدنا في الإمالة هناك المحراب كيف الإمالة الألف، إنما هنا إمالة الايه؟ الراء. عايزين نفرق بين الاثنين. هناك كنا بنقرأها هكذا المحراب، المحراب، فأصلا ميلنا هناك الايه؟ اصحوا معايا، ميلنا الايه؟ الالف. وربما دخل الراء إمالة لأجل الايه؟ اللي بيسموها إمالة الإمالة. أما هنا المعني مين؟ يبقى هقراها ازاي؟ المحراب، راب، الراء ما فيهاش إمالة عنده، هبقول ايه؟ المحراب. إنما هناك الإمالة كانت إمالة الايه؟ إمالة حرف الألف، المحراب. وانت بين معي؟ يبقى ده الفرق بين الايه؟ بين هذه الايه؟ الإمالة وبين تلك. يبقى حاجز الألف إمالت بسبب الراء. نعم، برق الألف كذلك. ما احنا بس مش عايزين تعليقات عشان نشتغل يا شيخ محمد، احنا عايزين نمشي شوية. ما احنا قلنا هناك، هناك إذا كانت هناك إمالة في الراء فإمالة لأجل الإمالة، بس هناك إمالة الألف، إمالة لأجل الايه؟ الألف. إنما هنا دي تقليل، هنا تقليل، اللي هو تقليل الايه؟ الراء. خلاص. طيب مثال آخر، ذكركم، ذكركم معايا الكاف من حروف الاستعلاء، يبقى حاجز غير حصين. طيب ساكنة وسبقت وبعدها راء، يبقى ايه؟ ذكرو، ذكركم، ذكركم، ذكركم. منتبهين معي؟ ودي بتبقى عايزة ايه؟ عايزة تدريب. ها؟ عايزة تدريب برضو. ايه؟ سحر، سحر، رن، سحر، سحر. خلاص. سدرة، سدرة. ها؟ فيها مانع؟ خلاص يبقى دي حاجز ايه؟ حاجز غير سدرة. خلاص. طيب نشوف الامثلة عند الايه؟ عند الحاجز الحصين. مصر، مصر. لا، ما انا عايزة، انا عايزة ايه؟ ما احنا عندنا ايه؟ مصر دي، استنى بس، مصر عندنا اهبطوا، اهبطوا، اشتروا، ادخلوا، يا ايها الساحر، مش كده؟ اهبطوا مصر، اهبطوا مصر، يبقى ما تنفعش. ما الحاجز هنا الايه؟ الحاجز حرف الايه؟ الصاد. يبقى تمتنع، يمتنع الايه؟ يمتنع الترقيق، لان الحاجز، الحاجز ايه؟ نعم. طيب حاجة تانية، اصرا، ماشي، اصرا برضو على الايه؟ على حرف الايه؟ على حرف الصاد. ما تنفعش فيها، ما ننفعش نقول ايه؟ اصرا، اصرا، صعبة الايه؟ خلاص. قطرة ايضا مثلها زيها. خلاص. فطرة، فطرة، ماشي زيها، ماشي. وقرا، الحاجز ايه؟ الحاجز حرف الايه؟ حرف حرف القاف، حرف القاف. طيب المفصول من الخاء، ما احنا عندنا الخاء دلوقتي، يبقى دخل مع مين؟ مع المستثنى. مع مين؟ مع الحروف التي لا تكن حاجزة حصينة. خلاص. زي ايه؟ اخراج. خلاص، ده حاجز غير ايه؟ اخراج. اخراجهم، اخراجكم، ها؟
إخراج إخراج لما تقرأ بالإيه تقرأ بالترقيق. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: ولا بالنسبة للمكسور إذا سبقت اللي هي إيه في السابق، ولا فرق في المكسور بين أن يكون حرف استعلاء أو لا، وتقع حروف الاستعلاء قبلها إلا الغين، الغين لم تقع مكسورة في كتاب الله الكريم قبل الإيه قبل الراء. وذكر أمثلة: ناظرة، لا ما فيش فيها كلام دي، إذا سبقت بحرف من أحرف الاستعلاء كان مكسور خلاص انتهى، ناظره ناظره خلاص، احنا بنتكلم في الايه في ترقيق الراء، ناظره خلاص الى ربها ناظره، هذه حرف الايه ناظره ناظي خلاص عند الايه يعني بيقول ايه لا يضير الحرف الاستعلاء اذا وقع قبلها مباشر انه يكون ايه انه يكون مكسور خلاص. قاصرات قاصرات خلاص، قطران خلاص قطران ونحوه ماشي. طيب معانا قلنا المفصول، اخذنا المفصول من الايه من الخلية، يبقى هنا ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. هم قالوا ايه علة اشمعنا الخاء، اشمعنا الخاء دي استثنى استثنيت من حروف الاستعلاء؟ قالوا لان حرف الخاء فيه ايه رخاوة فضعفته. قالوا طيب لما حرف الخاء فيه رخاوة طب ما حرف الصاد فيه ايه رخاوة؟ قالوا لا، حرف الايه الصاد اصل العلل والحجج، حرف الصاد قواه الاطباق وقواه الصفير، من عند الاطباق والاستعلاء الخاء فيها استعلاء، انما ايه الذي قوى حرف الايه ليه ما ياخدوش ايه ما لم يؤخذ حرف الصاد مع هذا الايه مع هذا الحرف سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء ايه فكمل. وبهذا نعم باق. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. المهم البتين السابقين دول اللي هي من الأول ورقق ورش ولم يرى فصلا، انتهى الكلام عن الإيه عن القواعد عن القواعد، أخذنا القواعد. الآن هيبدأ يذكر بعض المواضع التي ورد فيها لا مش ممكن وجين وغيره ممكن مستثنيات، يعني ممكن تكون ينطبق عليها الشروط ولكن تفخم خلاص، لا ينطبق عليها الشروط وترقق خلاص. هو بيقول ايه وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. الأعجمي اللي هي الحروف الأسماء الأعجمية، إيه عندي ثلاث أسماء اللي وردوا في القرآن اللي هم مين؟ بس إبراهيم وإسرائيل وعمران. تعال معايا إبرا، ها متوفرة الشروط ولا مش متوفرة؟ لا متوفرة، الراء مفتوحة وقبلها الباء وقبل الباء في كسر، يبقى من المفترض أن ترقق ترقق خلاص. قال لك لا لا خلاص، يبقى ده ايه يبقى ده نسميه مستثنى من المرقق منطبق عليه الشروط. كذلك عمران عمران عندي الراء مفتوحة وسبقت بميم ساكنة حاجز غير حصين وسبقت بكسر لا ترقق، ما تبصش للإمالة هناك، هناك مش ترقيق راء، هناك إمالة الألف عمرين، إنما احنا بنقول إيه عمران، مفيش عمران، اللي هناك إمالة الإيه إمالة الألف اللي هي بين الإيه الواقعة بعد الراء
عمرين، انما هنا ايه؟ يبقى اسم. طيب اسرائيل منطبق عليه الشروط ولا لا؟ منطبق عليه الشروط برضو. ايه؟ قال وفخمها في الاعجمي وفي ارم. طب دي حروف ايه؟ حروف اعجمية معروفة. ارم قالوا برضو ايه؟ فيها الخلاف بين ايه؟ العربية والإدية. الإدية هيجي فيها. وفي ارم وفخمها في الاعجمي وفي ارم. ارم ارم ذات العماد. طيب اهدية كسر متصل على طول، مفروض نقرأ ايه؟ ارم ذات. لا قالك دي خرجت عن الايه؟ وفخمها في الاعجمي وفي ارم. طيب قال الامام ابو شامه رحمه الله عليه وفخم ورش الراء في الاسم الاعجمي الذي اصله العجمه وتكلمت العربيه به ومنعته من الايه؟ من الصرف بسببه، بسبب الايه؟ العجمه دي، بسبب الايه؟ بسبب العجمه. خلاص. والذي منه في القران ثلاث، ابراهيم وايه؟ واسرائيل. وكذلك دي اللي ورد فيها الايه؟ اللي هي ارم. وتكريرها حتى يرى متعدلا. تكريرها زي ايه؟ مدرارا، كله ضرارا، فرارا، اسرارا، مدرارا، الفرار. لاحظ معي الفي را رو. الراء الاولانيه منطبق عليها الشروط ولا لا؟ من المفترض اقرا ايه؟ الفي را الفي را رو الفي را رو. هو لاحظ ان قال لك ايه؟ حتى يرى متعدله. ده الموضوع صعب. اخرج من ايه؟ من ترقيق الى عشان تتساوى بمين؟ بانهي راء؟ بالراء الثانيه. ما الراء الثانيه ما ايه؟ مفخمه. اللي هي ايه؟ انتوا مش منتبهين معانا ولا ايه؟ فرارا. خلاص فرارا. طيب عندي الاولى ينطبق عليها الشرط، من المفترض ان ايه؟ ان ترقق. قال لك حتى يرى ايه؟ يرى. وتكريرها حتى يرى متعدلا. طيب هذا يعتبر مستثنى من الايه؟ من من المرقق. مستثنى من المفترض ان ايه؟ ان يرقق. ثم قال رحمة الله عليه وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. ذكرا وسترا وبابه، هتاخد ايه زي بابه ايه؟ ذكرا وسترا وحمرا وصهرا. خلاص خد حجرا صهرا امرا وزرا. طيب لاحظوا معي، قال لك تفخيم. لاحظ برضو احنا ماشيين على التفخيم. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب. اللي فات كانش فيه خلاف، إنما هنا بقول لك الأولانية اللي وفخمها في الأعجمي وفي إرم، اللي هي الأعجمي الثلاث أسماء، والاسم الرابع إرم، والإيه؟ والتكرير. والتكرير خلاص. دي خلاص تفخيم إيه؟ قولا واحدا. هنا بيقول إيه؟ وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب. هنعرف جلة الأصحاب دي. المهم هنا في خلاف، خلاف بين الايه؟ الترقيق والتفخيم. بين الترقيق والتفخيم. اللي ايه؟ ذكرا وسترا. قلنا ايه؟ ان احنا هنا منطبقة عليها القاعدة اللي هو ده يعتبر مفصول بحاجز غير ايه؟ حصين. غير حصين. ذكرا ها؟ وزرا. متابعين معي؟ من المفترض ان ايه؟ ان ترقق الراء. قال تفخم، تفخم او ترقق، هذا ايه؟ هذا وارد. طبعا هذه جاء فيها الخلاف وسياتي الخلاف، ولكن الكثير من العلماء بياخذ بالتفخيم، بياخذ بالتفخيم. وحنيجي هنا نقول ايه؟ الامام ابو شامه بيعرف لنا جله. الاول جله دي جله، دي ايه؟ جمع ايه؟ جليل. خلاص لدى جله الاصحاب.
الأصحاب. وأرحلة، أرحل جمع إيه؟ جمع رحل، جمع إيه؟ رحل. خلاص. طيب، وهنا الأعمر دي مأخوذة من الإيه؟ من العمارة اللي هي العناية والإيه والتعاهد. إيه الكلام هنا المقصود إيه هنا؟ طيب قال لك إن التفخيم جاء عن إيه؟ عن هؤلاء، إشارة إلى اختيار التفخيم عند جلة الأصحاب من الإيه؟ من القراء. ومن قرأ بالترقيق فليقرأ بالإيه؟ بالترقيق. خلاص. ودي اللي خلت في تجي لك الطرق والتحريرات وهذه الأشياء. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر وإيه أرحلة. بس ننتبه إن إحنا انتهينا من الكلام عن قواعد ورش في كم بيت؟ في بيتين. ورقق ورش ولم يرى فصل، البيتين دول الكل اللي موجود ده اللي معانا دي كلها إيه؟ مستثنيات. قال رحمة الله عليه: وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. شرر إنها ترمي. طيب في شرر، شرر دي منطبقة عليها القواعد السابقة. شرر لا لا مش منتبه معلها، ما فيش عندي ليه، مش نافع خالص، لا جاي قبلها يا ساكنة ولا ايه ولا كسر. خلاص ولا كسر. ده بيقولك ايه؟ وفي شرر عنه يرقق كلهم، يبقى هترقق، ودي تعتبر مستثناه من الايه؟ من الممتنع من الترقيق. ما احنا عندنا اللي فات مستثنى من المرقق، دي ايه؟ تعتبر مستثنى من الايه؟ من الممتنع من الترقيق. وفي شرر عنه يرقق كلهم، كلهم عنه الضمير عاهد على مين بقى؟ على ورش. وكلهم اصحاب ورش، النقل عن ايه؟ عن ورش، دلالة على ان جميع من نقل عن ورش قرأ ايه؟ انها ترمي بشرر. وحتى عشان يستقيم الايه الراء الايه، انها ترمي بشرر، بشرر عشان تمشي مع الايه، مع الراء الايه الثانية. وحيران بالتفخيم بعض تقبل. حيران دي داخلة في قاعدة انها ايه؟ لا اللي هي في سورة ايه؟ في سورة الانعام كده. حيران خلاص منطبقة على الايه؟ على القاعدة، يجري عليها القواعد، سبقت بياء ساكنة. خلاص. ما انا عندي ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ايه؟ مسكنة ياء. حيران قال لك ايه؟ البعض وحيران بالتفخيم بعض من بعض النقلة الذين نقلوا عن الايه؟ عن الامام ورش. يبقى عندي من هذه الايه؟ من هذه الانواع ما هو مستثنى من المرقق، وعندي ما هو ايه؟ مستثنى من الممتنع من الايه؟ من الترقيق. زي ايه؟ زي شرر، زي شرر، شرر فقط. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. وردت كلام كتير قوي، وإيه ده أنت تمسك نقل كل هذا؟ اللي عايز يقرأ يشوف في فتح الكتاب فتح الوصيد للإمام للإمام السخاوي. قال علم الدين السخاوي يشير، يعني الشيخ يعني يقصد يقول إن الشيخ إيه؟ يشير إلى مذهب أهل الإيه؟ القيروان وغيرهم في الراء، وأنها مبنية على أقيسة، مبنية بنوها هم على إيه؟ أقيسة لغوية، يضعف النص في بعضها ويعدم الإيه؟ ويعدم في بعضها. وذكر عدة إيه أمثلة، يعني خدوها على قياس الإيه؟ على قياس
اللغة. ثم ذكر عدة إيه؟ عدة أمثلة منها وزرك وذكرك وهذه الكلمات. خلاص بس دي مش معانا خلاص، مذاهب وشذت، احنا مش احنا عملنا ومال اللي احنا، بس يا ترى ربنا يعيننا ونحفظ الايه نحفظ الغير شاذ. خلينا في الايه، في القواعد، القواعد الايه، القواعد السابقة في الاداء توقلا. برضو نعد ناخد حاجات من دي. توقلا ايه؟ توقلا دي قالوا ايه؟ يقال توقل الجبل، توقل يعني ايه؟ يعني صعد، إذا على فيه صاعدا. ده مين اللي قال الكلام ده؟ عالم الدين السخاوي. ما هو بركة العلم إيه؟ نسبته إلى أهله. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته، مذاهب شذت في الأداء توقلة. وخلص الكلام بنهائي المستثنى وغير المستثنى عن مين؟ عن الإمام ورش. بدأ الآن يتكلم في قواعد عامة عن الراء. القواعد دي في الغالب انتوا درستوها سابقا في مرحلة الايه، في مرحلة التجويد. قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة اذا سكنت يا صاحل السبعة الملا. خلاص لا بد من ترقيقها زي ايه؟ مرية، شرذمة، واحنا بنقراها مرية. خلاص شرذمة، واصبر، يغفر، فرعون، الإربة. هم هنا ايه، في حاجة كده جميلة ذكروها العلماء وقعدوا بيجيبوا كلام ورأي سيبويه ومش عارف رأي فيه. طب ليه الراء هنا مرققة؟ مثلا في فرعون قالوا اختلفوا اللغويين، هل الحركة دي زي ما هم اختلفوا قبل كده ان الحركة الاول ولا الحرف الاول؟ خلاص اختلفوا الان، هل الحركة بين يدي الحرف ولا بعد الحرف؟ يعني قدامه مباشرة رأي سيبويه واللي هو قال فيه علم الدين السخاوي سيبويه والحذاق انها بين يدي الحرف. يعني لما نقول ايه فيه تبقى الايه الكسرة ايه قدام الايه، كسرة الفاء قدام الايه، قدام الحرف، قدام الفاء، يبقى دخلت على الراء. ادي بس العله، يعني هو دي عله وحجه. انما الثاني يعني هو هنا ايه بيقولوا الكلام، وكان الراء هنا مكسوره، ولو كانت مكسوره لوجب ايه ترقيقها. ومن ثم امتنع ترقيق مرجع، مرجع قالوا ليه؟ لاني اساسا ما انا عندي الجيم قدامه هي مكسوره الجيم، قالوا لا ده الكسره بعدها وليست ايه. المهم ده فيه ايه، فيه كلام كثير. ولا بد من ترقيقها بعد كسره اذا سكنت يا صاحل السبعه الايه، للسبعه الملا. السبعه الملا اللي هم مين؟ اللي هو القراء السبعه. ثم قال رحمه الله عليه وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذلل. حرف الاستعلاء، حرف الاستعلاء اللي هو يكون فين؟ بعد الراء، بعد الراء. وما حرف الاستعلاء، ما انتم بصوا للكلام اهو، وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم. هنا اصل بيتكلم على الراء الايه، الرأي الساكنة. إذا وقع فاكرين أنت إيه اللي أنتوا خدتوه في التجويد، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. فاكرين الكلام ده؟ مش ده اللي خدتوه في التجويد؟ ها؟ ورقق الراء إذا ما كسرت، أي حالة كونها إيه مكسورة، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. يعني إذا وقعت ساكنة وبعد كسر، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء إرصادا مرصادا لبالمرصاد فرقة قرطاس، أو كانت الكسرة ليست أصلا، اللي هي إيه، أمر تابو ارجعي. أدي الكلام اللي اتدرس، ما هو ده الكلام الإيه السابق. يعني هنا الإيه من المفترض اللي احنا بنشرحه ده
اتشرح قال وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذلل. خلاص. وحروف الاستعلاء دي عليه ويجمعها حق انضغاط ويجمعها قذ خص ضغط ويجمعها قذ خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. حرف الاستعلاء بعد زي ايه؟ ارصادا، ما اقولش ارصادا. خلاص. طيب ان ربك لبالمر، لبالمر ها ما تسمعين مني؟ لبالمر، لبالمرصاد، لبالمرصاد. لا خلاص. ما هي دي ايه؟ ساكنه وقبلها كسر. خلاص. بس من المفترض. طيب فرقه، فلولا نفر من كل، ما اقولش فرقه، فر فرقه. طيب ايه تاني؟ قرطاس، فلمسوه قرطاس، ما اقولش ايه؟ قر قر، ما هو الراس ساكنه وقبلها كسر، يبقى دي ايه؟ سبقت بحرف ايه؟ بحرف استعلاء. اعراضا واعراضهم وايه؟ والفراق وفراق والاشراق وصراط والصراط، كل هذه الايه؟ كل هذه الكلمات سبقت بايه؟ بحرف استعلاء. سبقت بحرف استعلاء، سبقت بحرف استعلاء. خلاص. اللي هو ويجمعها قذ خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. فرق دي قالوا عشان ايه؟ وقعت الراء بين ساكنين. الاول ضعفت القاف لانها بقت في ادنى مرتبة من مراتب الايه؟ من مراتب التفخيم. وانتوا فاكرين مراتب التفخيم كام؟ خمسة. عند من عدها خمسة، عند من لم يعدها أربعة، لأن البعض عدها أربعة، دخل الساكن مع يقلك يتبع ما قبله، إنما المفتوح وبعده ألف، والمفتوح والمضموم والساكن والمكسور. لما نيجي نقول إيه؟ فانفلق فكان كله، ممكن تقول فرق. خلاص. فرق. وممكن تقول إيه؟ فرق. خلاص. طب اللي خلاني ممكن خولها إلى الترقيق علما بان بعدها حرف استعلاء، اهو قال لك ان وقعت بين كسرين، والقاف في ادنى مكسور وفي ادنى مرتبه من ايه؟ دي ما تشبهش فرقه بتاعه سوره التوبه، لان فرقه القاف ايه؟ لا، وتعتبر في تاني مرتبه من مراتب الايه؟ من مراتب التفخيم. قال الامام ابو شامه رحمه الله عليه على حروف الاستعلاء: لان التفخيم أليق بحروف الاستعلاء من الترقيق، لما يلزم المرقق من الصعود بعد الايه؟ بعد النزول. انتبهوا معايا، عايزين نرقق راء ايه؟ ايه ايه؟ ارصادة. بعدها نعمل ارصادة. شفتوا الصعوبة ايه؟ الايه؟ الصعود بعد الاير اير ارصادة. يبقى هي الشيخ هنا، خدوا بالكم كلام علماء، لأن التفخيم وإن كانت كل هذه الأشياء نقلت إلينا متواترة، بس فاكرين أنا قلت لكم التوجيهات والتبريرات والعلل والحجج دي كلها عشان إيه؟ لأن الفايدة منها إيه؟ الفايدة منها تعليم التدريب الإيه؟ تدريب الطالب. خلاص. لما يلزم المرقق من الصعود بعد النزول، وذلك شاق ومستثقل. خلاص. وطيب في هنا برضو ايه؟ مسألة برضو ناخدها بسرعة كده. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه، ترجعوا لي الضمير فراؤه ده لمين؟ ايه رأيكم؟ رأى مين؟ لا ده ما حدش رجعها الورش خالص غير انت يا بتاع ليبيا انت. ما حرف الاستعلاء ها؟ رجعوها لمين؟ هم اختلفوا العلماء. خلاص. حتى لو اختلفتوا انتوا، اختلفوا الايه؟ اختلف العلماء. رجح الامام ابو شامه عود الضمير الى الكلمه. شاطره يا بنتي اللي قلتي، الى الكلمه نفسها اللي وقع فيها ايه؟ حرف الايه؟ حرف وما حرف، عشان هتبقى معنا ما هنا، وما حرف الاستعلاء. خلاص. الى ذلك الايه؟ اللفظ الذي وقع فيه الايه؟ الراء. خلاص.
لأنهما اختلفوا هل هو عائد على ما أم عائد على إيه؟ على حرف الاستعلاء. عائد على المادية ما حرف اللي هي الحاجة اللي الكلمة اللفظة التي وقع فيها أهو برضو حاجة. طيب ويجمعه قلنا إيه؟ حق انضغاط عص خضى لا ويجمعها ما الذي تنمش معنا ويجمعها قذخ الصدقت وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا رمين على مصرمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وش تقلب أسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفر نقول ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.